بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أخواتي إخواني أعضاء المجلس، ممثل السيد عامر صاحب الجلالة على إقليم تسجيلات، إلى الحضور الكريم. إنه لشرف عظيم أن أتناول الكلمة أمام هذه الوجوه الكريمة، إني قد فضيت بثقتكم الغالية، ونلت رضاكم بأغلبية قلدتني بمسؤولية جسيمة. أرجو الله أن أكون أهلا لها وقادرا على تحملها. وبهذه المناسبة أشكر جزيل الشكر للإخوة، أرجو الله تعالى أن نعمل جميعا كشخص واحد انسجام تام. كما أشكر السلطة الإقليمية وعلى رأسها السيد عامر صاحب الجلالة على صهرها على تدبير هذه الاستحقاقات وعلى حيادها الإيجابي تنفيذا لتعليم صاحب الجلالة. كما أشكر السيد الرئيس السابق أخي نقش محمد على حسن تدبيره للولاية السابقة وعلى بصمته الطاهرة للإقليم. أعهدكم الله أن أعمل بكل ما أوتيت من قوة معكم ومع الطاقم الإداري في المجلس الذي سمعت عن كفاءته وما بلغني من التلقائية في القيام بالواجب لمصلحتها في الإقليم. كما لا تفوتني هذه الفرصة دون أن أهنئ كل الفائزين والفائزات بثقة المواطنين في هذا الإقليم من برلمانيين وأعضاء المجالس الجماعية والذين سيخوضون بها كذلك مجلس المستشارين. فالله نسأل أن يهيئ لنا أيسر السبل لبلغ أحسن الغايات وأن يوفقنا على ما يحب ويرضاه ويهدينا بعونه لخدمة المصلحة العامة حتى نكون عند حسن النعال للبلاد وجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأقر عينه بولي عهد الأمير المحبوب ولي الحسن ويمد أزره لسموه المولى الرشيد وسائر أفراد الأسرة المالكة. إنه على كل شيء قدير وبالاستجابة الجليل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا نشكر الساكنه ديال الجزيره على الثقه اللي وضعوها جميع اعضاء المجلس الاقليمي، ونشكر كذلك بالمناسبه اعضاء المجلس الاقليمي على الثقه اللي وضعوها فيا. نشكر السلطات الاقليميه على الثقه ديالهم التي نشكر السلطات الاقليميه على الجهودات التي قمت بها لانجاح هذه الاستحقاقات. وتنصرح امامكم اني ان شاء الله ساكون عند حسن ظن الساكنه وفي مستوى هذه المسؤوليه بالنهوض بالتنميه في هذا الاقليم العزيز علينا، وذلك بالعمل مع كافه الشركاء وعلى راسهم السيد عامر الاقليم ومصالح الدوله وزملائي رئيس الجهه وجميع رؤساء الجامعات ورئيس مجموعه الجامعات. كذلك هذا العمل المشترك سيكون ان شاء الله كما اراد جلاله الملك وصلى الله بيده تنزيل النموذج الجديد. والسلام عليكم.